انا دلوقتي وانا خارج مليت صدري هوا بتاع ربنا النظيف، قلت لازم اقول لك كفايه، لازم توقف. العقل بيقول لا تاخد كلام من واحد لسه داخل السجن او واحد خارج منه، وكله هوا ربنا يا دكتور. عارف ان كله هوا ربنا يا دكتور، بس الهوا جوه بقى عليه قضبان حديد. القضبان دي مش قدام عينيك وخلاص ومنعاك عن الدنيا، لا، ولا منعاك عن بره، بتغرس في روحك وفي قلبك، بس بعدها عمرك ما هترجع زي ما كنت ابدا. انت مين؟ انت مش فاهم الصياد. خد كلامي وارميه البحر. انت دلوقتي خدت جزء كبير من حقك، ولو وقفت هتوقف وانت نمر، لكن لو كملت بقى وركبت دماغك هتغامر بنفسك وبروحك وبكل اللي كسبته. خدها كلمة حكمة من راجل عجوز، محدش بينتقم ويطلع كسبان أبداً.